اذا السلام عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. معكم اخوكم عبد اللطيف القنوري. كما القاعده فيديو جديد كما كتعرفوا، كل مره كنتكلموا في موضوع جديد، كل مره كنجدوا فكره زوينه، ونتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم هذه الفكره هذه وهذا الموضوع هذا اللي نتكلموا فيه. قبل ما نبداو في الموضوع اخوتي، بغيت نشكركم بزاف على الدعم وعلى المسانده اللي كتساندوني وعلى البارطاج اللي كتبارطاجيو لي واللي كتعاونوني. نعرفكم ان ما تدخلوش عليا بالاراء ديالكم وبالمعاونه ديالكم، وكنشكركم بزاف اخوتي، وكنشكر الناس اللي كتجي عندي وكتعرفني يعني في الشارع وهادي كتساندني. بصراحه كنشكركم بزاف، والله الا بصراحه كنفرح انا ملي كان ولاد مدينتي كيجيو عندي ويقولوا لي بنا ما راني شفتك في يوتيوب وزيد واصل عملك، وكنشجعوك على هادشي اللي كدير وهادي. زعما بصراحه هادشي كيفرح وكيخليني نزيد نقلب على مواضيع زوينه، وكنخسر من وقتي وفلوسي كما كتعرفوا التنقل باش تمشي لواحد البلاصه وتصور وهادي، راكم عارفين ضروري غتخسر من وقتك وفلوسك باش تجيب واحد الحاجه زوينه اللي تعجب الناس. وكنشكركم بزاف، وكنوجه تحيه للاصدقاء كاملين بلا ما نقول لك السماوات، حيت الا غلطت في سميه ولا نسيت شي سميه غادي يبقى خاطرهم. واحد الموضوع اللي راه تال الجدل هنا في مدينه بركان وفي المغرب بصفه عامه، على السفاح بوشاقور. كيقولوا الناس بان ما راه في الناظور، راه في بركان، راه مشى للسعيديه، راه يعني الناس ولات خايفه بزاف هذا الموضوع هذا اللي ولا حساس بزاف صراحه، وما كنتش باغي نهضر عليه بطبيعه الحال، ما كنتش باغي نهضر عليه، وقلت لي مالا نتكلم شويه مع الاصدقاء ونشوف هذا الشيء هذا واش نيشان ولا غير كذوب ولا المهم. حنا انا غادي نعطي الراي ديالي ونعطي الراي ديال الاصدقاء ديالي اللي استشرت معهم بطبيعه الحال هذه القضيه هذه. حنا كنعرفوا مدينه بركان كاين بوشاقور ولكن ماشي سفاح، كاين واحد القريه صغيره سميتها بوشاقور. راهم ولاد بركان راهم كيعرفوا هذا، راه كنت درت عليها واحد الفيديو، درت عليها واحد الفيديو. هذه منطقه فلاحيه ممتازه يعني فيها الكليمونتين، فيها النافيل، فيها الرمان، فيها مهم قريه صغيره وفلاحيه. اما السفاح بوشاقور راه ما كاينش هنايا بصفه عامه، ما كاينش، هذه غير خزعبيلات والناس ما كتفهمش كتبارطاجي واحد الحاجه اللي هي يعني بصراحه ما خصهاش تبارطاجي هذه الحاجه هذه، يعني خصنا نبارطاجي واحد الحاجه زوينه ماشي نبارطاجيو حنايا الخزعبيلات والكذوب. هادو فريمون كاين هنايا في الغرب، كاين واحد مختل عقليا ولا انفصال الشخصيه، قام بشي عمل كما كتعرفوا ضرب واحد السيده فريمون وسموا عليه بوشاقور. يعني هذاك شداتو الدوله وراه دركي في الحبس. علاش كنطلقوا حنا الاشاعات، كنكوماسيو نطلقوا الاشاعات بان ما راه في الناظوره في بركان، راه في الاخر كيقتل الناس وكيحيد لهم البزازل ديالهم وكيقلعهم يضربهم بوش بالشاقور وداك الشيء. هذا الشيء هذا راه ما كاينش هنايا في المنطقه ديالنا، المنطقه ديال بركان او السعيديه او الناظور، راه ما كاينش هذا الشيء، غير خزعبيلات وغير كذوب. وكما قلت لكم الناس ما فاهماش وما عارفاش واش كدير، كتبارطاجي واحد المعلومه اللي هي خاطئه بطبيعه الحال، خاطئه اللي هي ما خصهاش تبارطاجها بصفه عامه، خصنا نبارطاجيو حاجه زوينه. يعني شي حاجه، شي واحد مثلا بادي بشي دومين، بادي بشي حاجه، نشجعوه نبارطاجيو له، نديروا له لايك، نديروا له كومونتير زوين. اما باش نبقاو نبارطاجيو حنايا واحد الحاجه اللي كذوب، واحد الحاجه اللي هي يعني بحال مثلا واحد ضرب واحد شق فلو ضربوا، انا نمشي نصيفطها لواحد اخر باش يشوف داك المنظر، هذاك ما خصهاش يصيفط داك الشيء، وزايدون هذا الشيء غير كذوب، هذا الشيء غير كذوب كما قلت لكم. الى درجه الوالده ديالي دخلتها باش تقرا المحو الاميه، تقرا القران، ولات كتخاف كتقول لك لا ما نمشيش انايا راه كاين السفاح. شفت كيفاش فين وصل الدرجه، فين وصلت دوكي. هذه المره المدام ديالي قالت لي واش كاين السفاح، راه كاين، قلت لها يلا نخرجوا نضربوا دويره نشربوا شي حاجه على برا نفوجوا شويه، قالت لك لا ما نمشيش راه السفاح راه كاين، بوشاقور راه كاين. كنضحك انايا، عيت ما نفهمها وعيت ما نقول لها ودي راه هذا الشيء غير كذوب، هذا الشيء راه غير كيفتعلوه اصحاب الالكتروني، اصحاب المواقع الالكترونيه كيف يديروه باش يجنيو الاموال ديالهم. راكم عارفين اصحاب الالكتروني داك كيخترعوا واحد يعني كيقولوا شي حاجه باش يكثروا عليهم المشاهدات وداك الشيء.
والله العظيم هذا خطر هذا الحاجه ضحكتني بزاف. وكما نقول لكم خوتي هذا الشيء راه غير كذوب وما كاين والو بهذا الشيء هذا. ونتمنى من الله تنال هذه الحلقه الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوها للاصدقاء ديالكم باش ان شاء الله الناس ما توليش تخاف والناس تخرج برا تحوس تفوج الامهات ديالنا مساكن راهم ما قارينش ما عارفينش هذا الشيء هذا. كيسمعوا واحد شي حاجه كيسمعوها تسحب لهم راه نيشان وهي راه ما كاين والو. والاغلبيه ديال الامهات ديالنا اللي ما قارينش مساكن اللي ما عارفينش هذا الشيء جديد عليهم وغريب عليهم بطبيعه الحال. هادشي ديال الفيسبوك والواتساب وهادشي ديال الفيديوهات اللي كتروج دابا في المواقع التواصل الاجتماعي هادشي الامهات ديالنا غريب وجديد وما عارفينوش لحقاش الامهات ديالنا ما كيفهموش في هادشي هذا. كيسمعوا مجرد ما كيسمعوا واحد الحاجه بانما راه كاين واحد كيضرب عباد الله في الشارع صافي راه ما تبلع على راسها وتخاف على طبيعه الحال غادي تخاف تقول لك غادي نخرج غير برا انا نخرج برا غادي يضربني بالشاقور وهادشي فهمتوا. وهذا الشيء هذا راه ما كاينش. ونتمنى من الله ان الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا. وما تنساوش خوتي تشتركوا في القناه اللي عاد دخل جديد ولاول مره يشوف هذا الفيديو هذا يشترك في القناه بالضغط على واحد الزر احمر اسفل الشاشه باش ان شاء الله يشجعني ويرسل هذا الفيديو هذا للاصدقاء ديالو اللي ما لا يديروا في الواتساب عنده ويديروا في فيسبوك عنده باش ان شاء الله تكثرني المعلومه وتفيد نفيدوا الناس ان شاء الله. والسلام عليكم اخوتي تبارك الله.